السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في برنامجكم ترابط. هذا البرنامج نسلط من خلاله الضوء على مؤسسات المجتمع المدني، ريادة الأعمال في مجال الأعمال التطوعية، كذلك بعض التجارب والخبرات التي نتعرف عليها من خلال البرنامج كما وعدناكم، وهذه اللقاء الأسبوعي معكم. مشاهدينا استعرضنا معكم فقرات حلقة اليوم التي سنتعرف من خلالها كما شاهدتم على ريادة الأعمال في مجال العمل بالنسبة للأعمال للنساء، كذلك هناك مواضيع وفقرات أيضا سنطلعكم عليها عن مفهوم العمل التطوعي ومفهوم أيضا العمل الاجتماعي، منها أيضا سنتعرف على مواضيع أخرى أيضا من خلال فقرات البرنامج وما نعرض لكم في محطات حوارية. أيضا سنتعرف من خلال ضيوفنا أيضا عن العمل التطوعي في المجال الاجتماعي، وسيكون معنا أحد ضيوف للحديث حول ذلك الموضوع، إلى جانب مجموعة من الفقرات أيضا التي نستعرضها من خلال وقت البرنامج التي نتمنى بالتأكيد أن تستمتعوا فيها معنا وأن تصلكم الفائدة المرجوة من خلال هذا البرنامج الذي بالتأكيد هو يتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني، تلك المبادرات والأفكار الشبابية التي من خلالها نسلط الضوء على تجليات العمل المؤسسي الاجتماعي بالنسبة لمختلف مواقع العمل الاجتماعي وأطيافه وأفكاره. خليكم معنا في ترابط.
مشاهدينا في ترابط حديثنا القادم حول ريادة الأعمال والعمل التطوعي لنساء، ضيفتنا في الاستوديو الفاضلة منى بنت سالم المعشانية رائدة أعمال اجتماعية. منى مساء الخير، مرحبا بك معنا. مساء النور، أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الكريمة. يا مرحبا فيك. نتعرف نحن المشاهد على المجال اللي تاخذيه بالنسبة للعمل التطوعي في مجال ريادة الأعمال للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا صار لي تقريبا 4 سنوات في مجال العمل التطوعي. سويت قبل كذا الحملة من القلب للقلب، وكانت إهداء لحضرة صاحبي جلالة الله يرجعه لنا بالسلامة يا رب يحفظه. آمين. حبينا هذه المرة من محافظة ظفار، المكان اللي انطلقت منه النهضة المباركة، نحن نكمل يعني مسيرة إحنا كأفراد من المجتمع عاديين، مو بشرط إن إحنا نكون وزارة ولا نكون يعني هيئة عامة للأعمال الخيرية، إحنا أفراد عاديين حبينا إن إحنا يكون عندنا إحساس بالمسؤولية الاجتماعية كرواد أعمال. إيش الفكرة اللي يعني تحاولوا من خلال هذا العمل إنكم توصلوها في تحديداً؟ إحنا هذا العمل طبعاً هو في أكثر من شق وأكثر من جانب، بس هو الأساس شكر المجتمعي. إحنا الحين قاعدين نجمع لكل أفراد المجتمع الفاعلين اللي إحنا راح نقدر نساعدهم في إن هم يكونوا كمان فاعلين أكثر بإذن الله تعالى. الله يقدرنا إن شاء الله ونساعدهم، والحصاد راح يكون في الخريف بإذن الله. كيف راح تقولوا لهم شكرا؟ ذكرت كيف راح نقول لهم شكرا. الشكر كلمة كثير محببة للقلب. إحنا لما اخترنا العنوان شكر مجتمعي حبينا إن إحنا نختار كلمة قريبة من القلب، شيء شبه من القلب إلى القلب، فقلنا شكرا. هذه أنت تقولها صباح لوالدتك الله يحفظها، تقولها لابنك، تقولها لأختك، تقولها في دوامك، فحلوة كلمة الشكر بين الناس. فشكرا مجتمعي، لأن إحنا مجتمع فعال، مجتمع الحمد لله آمن، مجتمع قاعد يشتغل وماشيين على الطريق الصح. شكرا مجتمعي بالكامل. يعني رائد العمل أو صاحب العمل هو اللي راح يقول شكرا، ولا أنتم كمجموعة راح تقولوا له شكرا؟ يعني احنا راح نقول لكل شخص شكرا، حتى بنشكر نفسنا على هذا العمل الكبير. يعني احنا مجموعه من النساء، طبعا احنا 5 نساء من محافظه ظفار، راح نروح نعمل ورش عمل في الجامعه، في الكليات، مدارس الثانويه. اخترنا فئات معينه نريد نوجه لها هذا الملتقى باذن الله. اخترتوا مواضيع معينه تتناولوها من احنا خلال عندنا نيه هذه السنه، يعني انه يكون شيء سنوي اولا. ثانيا احنا عندنا نيه هالسنه اطلقنا طبعا في التدشين، حفله التدشين ماله في غرفه التجاره والصناعه، انه يكون تحت شعار ظفار خاليه من الاكياس البلاستيك. موضوع كبير شوية. الموضوع يحتاج يمكن إلى كثير من الجهد والعمل، وأنتوا 5 نساء كيف راح تعملوا كل هذا الجهد؟ إحنا مش 5 نساء تحت هذا العنوان. إحنا يمكن الفكرة طلعت مني أنا يعني منى، بس معي هذول النساء، وإحنا قاعدين نتكلم عن المجتمع بالكامل. إحنا كل اللي نريده إن إحنا ننشر ثقافة الوعي بمخاطر الأكياس البلاستيك، حتى لرائدات الأعمال في مجال ريادة الأعمال، إنه إحنا الحين صايرة خطورة إن إحنا مش فاهمين نتعامل مع مواد إحنا مش فاهمين إيش أخرتها. يعني فكل غرضنا إن إحنا نوصل للمستهلك والرائد الأعمال إنه هذا الشيء خطر علينا إحنا كبشر، وخطر على البيئة من حولنا. يمكن الموضوع فيه قرب من رواد الأعمال، الأشياء بالنسبة أيضا للبيع، استخدام الأكياس البلاستيكية فعلا. يبيع أغراضهم في أكياس بلاستيكية. يعني من خلال هذه الحملة بتحاولوا تغيروا فكر رائد الأعمال إنه يروق سلعته يبيعها في شيء آخر غير البلاستيك؟ ايوه. احنا الحين كل اللي يعني انا لما جيت لمحافظه ظفار اكتشفت ان احنا ما شاء الله محافظه على بيئتها، يعني حتى في الصناعات كلها صناعات صديقه للبيئه، يعني محافظه تصلح تكون سياحه بيئيه من الدرجه الاولى. فانا حبيت ان احنا نكمل هالشيء كرواد اعمال، وتكون اعمالنا مكمله لطبيعه محافظتنا اللي ما شاء الله يعني الله حباها مثل ما حبا اكثر الولايات ما شاء الله بجمال الطبيعه، وعندنا الخريف يعني يشهد على ذلك. فانا حبيت ان احنا كرواد اعمال بعد نبادر ونعمل اعمال صديقه للبيئه. ما شاء الله سوقها كثير، يمشي في كل دول العالم، مش بس فقط في دول اوروبيه مثل ما الناس تقول ان هم يحبوا الاشياء الصديقه للبيئه، لا، حتى دول عربيه يحبوا الاشياء، المواد اللي ما فيها خلاص، يعني كلنا صار عندنا تقريبا وعي بمخاطر البلاستيك، التلوث والبلاستيك وتأثيره ايوه وتاثيره علينا وعلى صحتنا. فاحنا هي صرخه من محافظه ظفار، يعني انه فعلا لازم نحد من استخدام الاكياس البلاستيك. طيب الافكار اللي عندكم اللي راح تترجموها محاضرات عمل ميدان
الثاني راح تعملوا ملصقات، ايش الافكار اللي من خلالها راح تحاولوا توصيل الفكره؟ بصراحه انا لما سويت المؤتمر الصحفي في غرفه التجاره والصناعه كان عندي هدف، كان هدفي ان كل المدعوين يشهدوا علينا احنا كمجموعه، انه احنا وعدنا ان احنا بيكون لنا بصمه في المجتمع وراح نسوي شغل، يعني نكون ناس تفعل ما تقول، يعني نريد نشتغل خلاص، تعبنا من كثر ما رحنا عملنا مؤتمرات وحضرنا ملتقيات، بس احنا نريد نشتغل فعلا. طبعا انا اشكر كل مجتمعي، يعني في هذا البرنامج حتى جو ناس قبلي ما شاء الله عليهم، ناس جالسه تشتغل، في ناس تعرف عنهم وناس ما تعرف عنهم، فانا اتمنى انه احنا نكون ناس تشتغل، فاحنا نريد ننزل ميدانيا، ننزل للشباب، احنا يمكن مستهدفين فئه الشباب لان هم 60% تقريبا من السكان شباب وشابات، فاحنا نريد نوصلهم عشان هم الامل في بكره في اولادنا اللي جايين، نريد نوصلهم انه مخاطر الاكياس البلاستيك، نريد نوصلهم فكره شكرا مجتمعي بالكامل باذن الله. يعني جبتوا حلول بالنسبه لرواد الاعمال، يمكن رائد العمل راح يجد صعوبه في انه كيف يروج لسلعته او كيف ممكن يقدمها للزبون باي طريقه، جبتوا حلول انتم كمجموعه طبعاً لرائد العمل انه ممكن يقدمها او يبيع السلعه في شيء غير اكياس البلاستيك؟ فعلا هو في حلول كثيرة، بس مثل ما قلت لك هي كل المشكلة نحن محتاجين وعي وثقافة فقط. في أكياس صديقة للبيئة، في أكياس من الورق، في أكياس من البلاستيك المقوى اللي ما اللي تنفى بسهولة، يعني ما الأكياس الخفيفة ما تنفى بسهولة، تتطاير، ياكلوها الله يكرمك يعني الحيوانات فيموتوا، أو احنا ناكلها وتضرنا، الله يبعد الشر عننا كلنا، بس معروف ان الحين مرض السرطان صار مرض يعني خلاص في كل مكان، ويمكن اكتشفوا العلماء مؤخرا انه سبب ماده موجوده في البلاستيك. انا ما اريد ان انا اقول كلام علمي انا مش اهل لي، انا مجرد انسانه من هذا المجتمع تريد توصل رساله معينه. احنا ان شاء الله في يوم البيئه راح نحتفل مع الشباب والشابات، وراح نكون في ورش عمل تتكلم عن مخاطر الاكياس البلاستيك بشكل علمي دقيق، وفي البدائل كلها موجوده الحمد لله، وفي شركات كبيره في طلال قلت تستخدمها اللي هي الاكياس الصديقه للبيئه. ايضا ان عمليه انه وصولكم الى فئه الشباب يمكن راح تحتاجوا النزول الى الكليات، الى الجامعات، الى الاسواق، اماكن التجمعات، اكيد وضعت خطه عمل لكل هذا. فعلا هي انا مثل ما قلت لك هو عمل جبار الامانه، يعني واحنا يمكن جالسين نشتغل الحين كفريق، احنا خمسه بس كل واحده فينا تحتها ناس، وما شاء الله مجتمعنا فيه الخير والبركه. ما راح تتخيل انه من احنا اعلنا المؤتمر الصحفي تاريخ 20/11، واحنا اصرينا انه يكون ايام الاحتفالات بالعيد الوطني على اساس انها تكون هديه لحضره صاحب الجلاله الله يحفظه ويرده بالسلامه يا رب، فحبينا ان احنا تكون هديتنا في وسط زخم الاحتفالات، فما راح تتخيل لحد اليوم كم من الناس اللي تريد تتطوع وتكون معنا، فهذا الشيء في حد ذاته يعني محسسني بفخر اني انا يعني في هالمجتمع الجميل. يعني بالنسبه للافكار هذه يمكن شكرا مجتمعي احدى الافكار والمبادرات المجتمعيه اللي تقوموا عليها، الاعمال التطوعيه نقول الاجتماعيه الاقرب الى رائدات الاعمال من خلال التجارب اللي أقمتوها؟ أقول لك الصراحة أنا دائما أقول إن إحنا لازم يكون في عندنا إحساس بالمسؤولية الاجتماعية، لأنه إحنا في المجتمع أنا عايشة فيه، مثلا أنت في الإعلام، أنا رائدة أعمال، غيري عنده وظيفة أو مهنة حكومية، فإحنا قاعدين نكمل بعض، فما في تخصصات، لكن بما إن إحنا رائدات أعمال يعني أتمنى إن إحنا نركز مثل ما يعني إحنا هذه السنة ركزنا في إن إحنا تكون الأشياء صديقة للبيئة. يعني نبدا بالاكياس البلاستيك، وبما ان احنا ما شاء الله محافظه اساسا يمكن اغلب صناعاتنا اللي احنا ما نعرفه، مثلا حتى المقمر من الطين، في عندك اكسسوار من عظام الجمل، اشياء من جوز الهند النساء يصنعوها، يمكن ايضا استخدام السعف والسعفيات، والسعفيات هذه راح يكون كلها اشياء صديقه للبيئه، ما عندنا سبحان الله كل منتجاتنا اغلبها صديقه للبيئه، حتى اللبان اللي هو دخولنا الاساسي في المحافظه صديق للبيئه ويعقم ويطهر، يعني احنا ما شاء الله مهيئين بنسبة كبيرة ان احنا نكون محافظة مكتملة يعني كسياحة بيئية. منى ايضا التجربة من خلال دخولك الان 4 سنوات في مجال العمل التطوعي بالنسبة ايضا للجانب النسائي او لرائدات الاعمال، هذه التجربة تحديدا ما اضافته لمنى خلال هذه ال4 سنوات؟ اضافت لي كثير في شخصيتي، في تكويني، وعلى يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، يعني مثلا احنا تكرمنا من في دبي في مهرجان فارسات من الامم المتحده، كرمتنا انا طبعا كان معي شريكتي بشرى المعمري،
تكرمنا على العمل التطوعي كرائدات أعمال عندها المبادرة، لأن احنا كنا ندعم الجمعية الأهلية لمرضى السرطان وسوينا لهم أكثر من فعالية، حتى كان معنا الفاضل أوجه له الشكر علي الحبسي كان معنا من ضمن هذه الحملة وأخذنا الجائزة. الجائزة هذه أنا اعتبرتها بالنسبة لي كانت أول شيء يعني حسيت فيه بقيمة الشيء اللي أنا جالسة أسويه. يمكن أحيانا أنت تسوي شيء حلو ما تحس بقيمته غير لما حد يقول لك شكرا، فحسيت بقيمته، حسيت اني انا كعمانيه اني فخوره اني من هذا المجتمع. احنا مجتمع رائع، مبادراتنا كثيره والاعمال التطوعيه رائعه. يمكن اليوم حتى اهني كل الاعمال التطوعيه اليوم بالمهرجان العمل التطوعي، وكنت اتمنى اكون معاهم في مسقط بس يلا قدر الله وما شاء فعل. فطبعا حتى في الشخص في شخصيه الانسان كل ما كنت انت عندك العطاء، العطاء هذا يعني سبحان الله مثل الصدقه، يعني كل ما انت عطيت تحس انه الله يمن عليك باشياء حلوه كثير في الدنيا. بالتاكيد العمل التطوعي عندما يكون خالص ويعني ونابع من القلب يصل الى القلب اسرع. الاعمال التطوعيه، هذه المبادرات، هذه الافكار بالتاكيد تحتاج الى جهد، تحتاج ايضا الى صبر، تحتاج الى نوع من الموازنه بين العمل نقول العمل الخاص والعمل التطوعي. منى، عندما بدأتي نقول الدخول في هذا المجال، كيف وجدت المكان المناسب، الطريق المناسب، الخط المناسب أيضا ليكون في توازي بين العمل الخاص والعمل التطوعي؟ للأمانة شوف، أنا هذه يعني شيء أبغى أقوله لكل الشباب والشابات، ما تتوقعوا أن الدنيا كلها مفروشة بالورد، بس هي الحياة تحتاج مثابرة. يعني دائما الواحد يمشي صح. مثلا انا لما بدات ما كان عندي جهل في كثير امور، كنت اريد اقدم الخير واسوي مثلا حفل لجمع تبرعات لصالح مرضى السرطان دار الحنان اللي هم الاطفال مرضى السرطان، ما كنت عارفه وين اتجه. وبصراحه ما عندنا مكان انك تروح له تساله انا وين اتجه، عندي طاقه وعندي اريد اعمل مجهود واعمل شيء لصالح مرضى السرطان، وين اروح؟ طبعا احنا عندنا الجمعيه الاهليه لمرضى السرطان مشكورين ما قصروا، طبعا اعطوني التوجيهات. بعدين وزارة التنمية، المفروض هو قبل وزارة التنمية، بس وزارة التنمية كانت شوية المواضيع مش سلسة مثل ما أنا توقعت يعني. وبعدين واحدة واحدة يعني بدأت أعرف الخطوات خلاص الحين كيف نبتدي وين نقف وإيش حدودنا. بس في الآخر إحنا مجتمع واحد، أنا شايفة أنه أي إنسان عنده مبادرة راح يقدر يساعد فيها غيره يتوكل على الله ويبدا يعني. يمكن الان منى اصبحتي تعطي الافكار للشباب اللي عندهم طاقات وعندهم مبادرات كذا، انه هذه الطريق ممكن تتجهوا من هنا ومن هنا بعد هذه التجربه. الحمد لله، الحمد لله. الحين انا عندي الحمد لله يعني طبعا عندي القدره هذه اني انا اوجههم، لانه احنا ما شاء الله شبابنا كثير فيه الخير وعندهم يعني انت ما تتخيل. لما انا نزلت يعني في مبادره شكر المجتمعي ميدانيا في صلاله اكتشفت كثير شباب وفرق عمل رائعه فيهم الخير، وان شاء الله كلهم راح يكونوا معنا في الخريف باذن الله تعالى. في مجموعه من المبادرات الشباب، يمكن ايضا بعض منها كان ضيوف معنا هنا في البرنامج، وفي فعلا كثير من المبادرات الشبابيه معنا، الافكار الشبابيه. اهميه ايضا مثل ما ذكرتي انه التواجد في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الافكار، هذه المبادرات كيف ممكن ان تستغل ايضا لخدمه مثل هذه الافكار اللي انتم ايضا تقدموها؟ احنا الحين الحمد لله الحياه صارت اسهل من زمان. يعني الحين بمسج في واتساب انت خلاص كل الناس عرفت انت ايش فكرك ووين رايح وايش تريد، لايش تريد توصل. فالحياه صارت كثير سهله، وسهل انك انت تبني، يا تبني خير لسمعتك او شغلك او عملك يا تبني العكس. فما شاء الله الشباب كلهم الحين لما يشوفوا كده مبادره يفرحوا فيها ويريدوا يكونوا جزء منها، وهذا الشيء رائع بامانه يعني. والحياه الحين يمكن اسهل من اول فإن إحنا نوصل فكرتنا أو إن إحنا نشتغل عليها، والأغلبية الناس متعاونين الحمد لله رب العالمين. لحد الحين ما حصلنا أي هو جميل الترابط دائما ترابط بين أفراد المجتمع يعني. نشكرك، نشكر تواجدك منى بنت سالم عشان رائدة أعمال اجتماعية. نتمنى لكم التوفيق وأن تصل الشكر لكل أفراد المجتمع. نضم شكرنا لشكركم لكل أيضا من تودون توصيل الشكر. نشكرك على تواجدك معنا، موفقين بإذن الله. شكرا على الاستضافة الكريمة، وأول شخص احنا حابين نقول له شكرا في هذه الحملة أو هذا الملتقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الله يحفظه ويرعاه. وكل الشكر لكل إنسان من صغير لكبير في هالمجتمع الراقي. شكرا لك، الله يعطيك العافية. مشاهدينا الأحبة، نتواصل معكم في ترابط.
معكم مشاهدين نتواصل في ترابط وحديثنا القادم حول النشاط في العمل الاجتماعي. يشرفنا في الاستوديو الأستاذ سامح بن محمود بن هاشم شريف، ناشط في مجال العمل الاجتماعي. مرحبا فيك أستاذ سامح. تحياتي، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. الله يعطيك الصحة. العمل التطوعي وجانب النشاط في هذا العمل، أهمية أن يكون الإنسان ناشط في العمل التطوعي. بداية أتوجه بالشكر للدعوة الكريمة، والحقيقة أعبر عن سروري وسعادتي بهذا اللقاء الطيب، ونهدي كل السلام والتحية للسادة المشاهدين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على صحة مولانا وعلى الفرحة الكبيرة للسلطنة. الحقيقة العمل التطوعي هذا عمل أنا أراه من جانب سلوكي، وجانب هو يعتبر عن أو يعبر عن النشاط الحراكي داخل المجتمع، وارتقاء المجتمعات والشعوب تأتي دائما بالأعمال الخيرية، وتقاس الشعوب حقيقة في دول العالم بمدى التفاعل الاجتماعي في هذا المجال. بالنسبة أيضا هذا العمل أو الدخول إلى مجال العمل الاجتماعي التطوعي، يعني كيف أتت المبادرة أن يكون هناك عمل تطوعي، أن يكون هناك نشاط؟ إيش اللي حببك أنك أنت أيضا كشخص أن تكون ناشط في مجال العمل التطوعي؟ والحقيقة العمل التطوعي مثل ما قلت هو دائما يعني يرمز إلى التفاعل والحراك المجتمعي. أنا أتكلم من منظور مؤسسات تعليمية قد ترصد بعض السلوكيات أو بعض الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والحقيقة لولا دفع الله الناس بعضها لبعض لفسدت الأرض، والدال على الخير كفاعله يعني، ولا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدق جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالحقيقة هو يعني المجتمع وتعاليمه أوصتنا بهذه الأمور. جاءت الفكرة من خلال تواجدي على مستوى المدارس، على مستوى الطلاب في الجامعات بصفة العمل، وأيضا من خلال الحراك الاجتماعي اليومي بيني وبين الأخوة. فالحقيقة بدينا على سبيل المثال أقول يعني بالتوجيه والإرشاد في كافة مدارس محافظات السلطنة، كعمل بيني وبين زملاء الأخوة مدراء العموم التربية، وبدينا نحقق نتيجة في رفع مستوى التوجيه والإرشاد للطالب ما يحتاجه مثلا قبل مراحل معينة في التعليم. وعلى غرار هذه الأمور الحقيقة صدرت بعض الأشياء المناسبة واللي بترفع مستوى. حقيقة في أيضا نشاط آخر بعيد عن مجال التعليم، ولكن أيضا يصب في واقع المجتمع من واقع تطوع أيضا. هناك كان في مشروع الحقيقة دشن تحت رعاية معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار من عدة سنوات. حقيقة هو كان بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بمحافظ ظفار، نشكر لهم هذا الدور الحقيقة الموفق. هو دعم شخصية المرأة العمانية وحثها للعمل في المجال البرلماني كناخبة أو كمنتخبة. والحقيقة تطوعنا في هذا الموضوع وزرنا كافة المحافظات والولايات، وأعطينا فكرة عن كيفية أن تكوني ناخبة أو كمنتخبة لضمان يعني قاعدة عريضة جماهيرية في الأصوات الصحيحة و رفع مستوى التثقيف في هذا الجانب. ثم أتينا في حالة أخرى هو أن التوجيه والإرشاد قبل التعليم والتدريب والالتحاق بالعمل هو هذا الاستثمار في أبنائنا. حقيقة هذه فعاليات كثيرة وأمور أكثر، ولكن عندما يجد الشخص يعني هناك في الفعل ورد الفعل دائما يعني نزهه، وما أنسى يكون العطاء أكثر عندما يشاهد الشخص. نعم. وأنا استوقفني في هذا الحقيقة كلمة يعني مولانا حضرة صاحب الجلال النطق السامي الميمون دائما الذي نحن نأخذه نبراس لنا جميعا الحقيقة في هذا الموضوع، كوني مقيم في أوروبا فترة طويلة أو في فرنسا تحديدا، رأيت الحقيقة أنه بعض الأعمال التطوعية في بعض الدول على سبيل المثال سويسرا تكون إلزامية، عندهم القطاع العسكري أو قطاع التجنيد إجباري، فهناك بعض من لا تتوفر له الشروط الصحية لاندماج في هذا المجال يتوجه إلى العمل التطوعي بالإلزام. ولكن هنا استوقفني مقولة النطق السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة بأنه على القطاعين العام والخاص أن يتضافر لرفعة عمان، وعلى القطاع الخاص أن يبادر بطرح برامجه وأفكاره لتنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. أنا شفت هذا في الجانب التطوعي قد يجوز أكثر مرونة وتحقيق أهدافه في واقع عملي ملموس، وردة الفعل دائما بتظهر سواء عن طريق من يتلقي
هذه الأمور أو عن طريق من يشارك أيضا أو من يشارك الحقيقة. نعم. والشباب فيهم الخير والمجتمع. إذا أخذنا موضوع عملية التوجيه والإرشاد اللي عملت عليها أيضا في مجال العمل التطوعي. نعم. والعمل الإرشادي، أهمية مثل هذه المواضيع أن تكون أيضا بين الشباب، بين طلاب المدارس، بين أفراد المجتمع بشكل عام، نظرتكم أنتم للموضوع ليكون أيضا في هذا صحيح. الجانب هذا بدأ الحقيقة من عام 1999، وهذا كان بالتضافر والتعاون مع الأخوة في التربية والمدرسين والمدرسات وأولياء الأمور بالكامل. لم نجد يعني هناك في تضافر وفي لحمة كانت دافعة في البداية. يعني هذا يتطرق لحديث معوقات العمل التطوعي، ولكن الحقيقة ما أريد أن أتكلم عن هذه النقطة الآن، ولكن أقول أنه كان هناك في تضافر وكان في عمل. الدافع الأساسي أنه هناك قد يجوز في تحقيق في الحلقة التعليمية وهدفها للمسيرة هدف معين يصل إليه الطالب، سواء من تحصيل علمي أو سواء من تحصيل دراسي خلال الفترة، ولكن يجوز أنه هناك في نقاط محددة نراها. سنتحدث بالتأكيد عن هذه النقاط وعن. نعم. مجموعة النقاط الأخرى أيضا التي. نعم. تهتم بالمجال في العمل التطوعي. نعم. نستأذنك وأيضا نستأذن مشاهدينا، نخرج فاصل ونرجع نتواصل والحديث حول العمل التطوعي والنشاط فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نتواصل مشاهدينا في ترابط ونواصل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ سامح بن محمود بن هاشم شريف ناشط في مجال العمل الاجتماعي. كنا نتحدث قبل أن نخرج إلى الفاصل حول بعض النقاط المهمة التي أيضا تكون في مجال النشاط في العمل التطوعي والاجتماعي. هو الحقيقة العمل الاجتماعي والتطوعي هذا يعني اجتماعي، فكلمة اجتماعي تحوي حاجات كثيرة جدا، يعني صعب نحن نحصرها، ولكن نعطي الهيدلاينز العناوين الرئيسية للعمل الاجتماعي أو العمل التطوعي هذا. طبعا له علاقة وطيدة بالمجتمع ومتطلبات المجتمع، سواء كانت في الأمور الصحية أو السلوكية أو التعليمية أو التدريبية أيضا الحقيقة، وهذا منظور مختلف لموضوع العمل التطوعية. جرت العادة أنه فرد
قد يجوز يتطوع بعدد ساعات معينة من وقته أو من جهده أو بفكره لتوصيل معلومة موجودة، ولكن قد يجوز هذا العمل التطوعي يكون رسالة، لأن العمل التطوعي هذا يبدأ في إحساس الإنسان بالمواطنة يعني كأنه مواطن، وحبه للوطن والحس العالي في مجال الوطنية ما نزايد على حد في هذا الموضوع، ولكن أنا أقصد بشكل عام أنه العمل التطوعي هذا بدون مقابل، بدون حوافز، بدون رواتب، بدون أي شيء، وبالتالي عنده رسالة هو يؤمن فيها الشخص، يريد أن يوصلها للمجتمع، يوصلها ويبدأ يبتكر حقيقة بدون لائحة معينة، بدون ضوابط معينة. يعني طبعا في سمات عامة للعمل التطوعي معروفة، أن يكون طبعا عمل مشروع وعمل يندرج طبعا تحت أشياء خاصة مجتمعية، ولكن تبقى السمة العامة. يمكن من جانب الأهمية والإحساس بالمواطنة وأن تكون هذا الشيء نابع أيضا من شخصية الإنسان أكيد وحبه لوطنه. يمكن نتابع أيضا مع المشاهدين الآن على الشاشة لقطات من المسيرة التي أقيمت أيضا، وفكرة هذه المسيرة بالتأكيد التي كانت تحمل طابع وطني توعوي معكم. الحقيقة هو يعني في البداية طبعا فرحتنا بالطلة البهية المولانا حضرة صاحب الجلالة رفعت معنويات كل محب لهذا الوطن وتعايش فيه من مواطنين ومقيمين حقيقة، وما ننكر دور الجهات الأخرى المعنية والمواطنين والأطفال وكل من رآنا الحقيقة أبهرنا العالم لاتصالات على مستوى معين هذا خارج يعني السلطنة، فكانت العالم كله كامل يهتم بهذا. فكرة المسيرة أتت الحقيقة بناء على بعض الأمور، هي رسالة مرورية، رسالة فرحة، رسالة التزام، رسالة تعبير بشكل التزامي. الشرطة لها جانب كبير الحقيقة في هذه الرسالة قامت فيه معانا بعد فوز المنتخب وبعد فرحة الشارع العماني، عدة فرحات جاءت الحقيقة، اختلطت بعض الأمور والشباب بالحماس قد يجوز ويعني تبدر بعض الأمور يعني الغير مرضية في هذا المجال، ولكن تبقى أنها فرحة، والفرحة لابد أن تستكمل، لا تستكمل بحادث ولا تستكمل بألم ولا تستكمل بمشاجرة أو بمناكشة في وضع معين أو هذا، ولكن الحقيقة أنا جاتني الفكرة بمنظور آخر تعليمي، مثل ما قلت دائما أنظر للشيء أن المجتمع والشباب يحتاجوا فعلا فاعلية موجودة معينة، قد تكون هذه بداية ودعوة عندما ننظم مسيرات مسيرات مترجلة، المسيرات نمشي فيها هذه أمور عادية، أما مرور وشوارع وطرق وحقيقة، فبدأت أشوف أول شيء الدراجات النارية هذه، والحقيقة ما عندي أي احتكاك وأي علاقة بالأخوة أصحاب الدراجات، وبيت وقف في الشارع يعني إيش رأيك كذا إيش رأيك هذا، تشارك يقوس في فكرة عن الدراجة هذا بشيء معين. فالحقيقة اجتمعت بأفضل شباب وهم كانوا يعني شفت الموكب اللي كانوا ماشيين بتنظيم ولهم دراسة صلالة رايدرز الحقيقة أشيد بهذه المجموعة الكبيرة، فجابوا بعض الحقيقة والتقينا، ثم مجموعة الأخوة في السيارات أشوفهم يعني مزين السيارات ومكلف حاجات كثيرة، إيش رأيك يعني كذا إيش رأيك في هذه الأمور. الشباب الحقيقة في 3 أيام تكونت الأعداد وتكون الأفراد، ثم توجهنا إلى الأخوة العاملين في العمليات شرطة عمان السلطانية، طرحنا عليهم الفكرة بالرسالة الرسمية، وكانت الخوف الحقيقة من أن المسيرة هذه يعني قد يجوز مسارها من مطار صلالة إلى قصر المعمورة قد تكون طويلة ويجوز يسير، ولكن التزام الشباب الحقيقة والفرحة والمواطنين المسيرة هذه كانت هي بداية الالتزام المروري والقواعد المرورية، ووجد المواطن رجل الشرطة الذي قد يخالفه في موقف معين وجده هو نفسه يحاول يوقف الإشارات ويساعده لأنه يتحرك، والحقيقة أشيد بدور القيادة العامة لشرطة محافظة ظفار بكل أجهزتها الحقيقة في هذا الموضوع، وأشكرهم على هو أشكرهم جزيلا. كما تابعنا يمكن بعض اللقطات اللي كانت أيضا من خلال هذه المسيرة وهذه الفكرة بالتأكيد. نعم. أيضا العمل التطوعي كما ذكرت أنه هو نابع من مواطنة الإنسان. نعم. كنا نتكلم قبل ما نطلع في البرنامج على الهواء أيضا عندما ذهبت مجموعة لدورة تدريبية في فرنسا وضعت جدول لعمل تطوعي يمكن كان أيضا رسالة سياحية من خلال تواجدكم هناك. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله الذي جعل لنا من أمرنا رشدا في هذا الموضوع. أنا دائما أقول الحقيقة أنه نعول دائما على الشباب، والشباب هم غدا، ودائما يعني النطق السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة في نهجه دائما يعول على الشباب. سفرتنا إلى فرنسا تدريب في بعض التخصصات المعنية بوضع معين، الحقيقة قبل ما نسافر جاءت لي فكرة 45 شاب
بل يتواجدوا في فرنسا وفي باريس تحديدا شهر أو 45 يوم. نبدأ نجهز عن طريق الأخوة في جريدة عمان، بعض الصحف، بعض المجلات الناطقة باللغة الإنجليزية أو العربية، والمطويات، السياحة ما قصروا الحقيقة، كل الأجهزة في السياحة. أخذنا معنا أكثر من 40 أو 50 كرتون تقريبا سياحي بهذا الموضوع. في ساعات الشباب كانوا يتدربوا أكثر من 12 ساعة، أجواء باردة جدا الحقيقة، وأتوجه بالشباب بالشكر والتقدير لهم الحقيقة من هذا المكان ومن هذا المنطلق، أني أؤكد أن الشباب قاموا بدور كان غير محسوب له. شخصيا اتفاجأت بهذا الموضوع، اجتمعت معهم بعد ما وصلنا وشحنا هذه الأمور. شباب في ساعات الفراغ عندي رسالة ممكن نتضافر فيها كل الحقيقة، ما لحقت أني أكمل الجملة، ولكن الشباب بدأوا يوزعوا في الشوارع السياحة في بلادي الخارطة عمان. لو كنت أعلم اليوم الحقيقة أني بتحدث في هذا الموضوع كان وفينا بصورة تحت برج إيفل بالكامل، برج إيفل كله كامل بالأعلام العمانية، رسمة على الأطفال، أغاني عمانية من واقع يعني موبايل أو حاجة بسيطة، خناجر، هدايا. الحقيقة كان كل يوم أجازة يومين في الأسبوع، وزعنا أكثر من 10,000 نسخة خاصة بالسياحة وأكثر من 15,000 سي دي عن السياحة والبيئة في عمان والشواطئ. طبعا كان هناك في إبهار من قبل الفرنسيين يعني، وشاركنا في أكثر من ندوة في هذا المجال دعينا إليها من الشارع. بدأت هناك في كروت وبدأ هناك في دعوات، وما يعني أنكر حقيقة دور السفارة العمانية في هذا الموقف الحقيقة الكبير. والشباب ارتفعت معنوياتهم، الشباب كان بس فقط محلي يمشي في شوارع المحلية، فجأة أنه يعني يمشي في شوارع دولية ويوصل الرسالة المطلوبة. وحسب ما قال سعادة السفير الفرنسي السابق الآن في سفير جديد الحقيقة بعد انتهاء فترة خدمته، قال أن انتقلت السياحة في عمان بالفرنسيين تحديدا بعدد وصل إلى في الصحيفة الرسمية طبعا في الصحف العمانية إلى 40 أو 44 ألف سائح. هناك في عوامل أدت إلى هذا، دور وزارة السياحة ما ننكر أبدا أكيد في مجتمعاتنا وفي المجتمعات الأخرى، وأنا أسافر كثير وأرى بكل فخر واعتزاز المعارض العمانية ودور وزارة السياحة وكافة الأجهزة الدولة ودور الملحقيات الثقافية أيضا دور لاينز. ولكن هناك دور كان ما محسوب له حساب، دور مفاجئ، فجأة ظهروا الشباب غطوا كل فرنسا. سعاد سفير حميد المعني الحقيقة رجل أكون له كل احترام وكل تقدير، كان يعني مبهور أنه كيف وصلتوا إلى هنا وكيف وصلت سويت. أنا كل يوم يقول لي جيني تقارير بأن هذا الموضوع واصل يعني لشيء في درجات حرارة متدنية تماما، نحن مش متعودين على درجات حرارة يعني ما دون الصفر، ولكن الوطنية هنا أتكلم عن الحماس وعن يعني حب عمان وحب قائدها وحب بانيها حقيقة. فيعني حب الوطن هذا يعني أصبح مش فريضة. هي العمل التطوعي عندما يكون نابع بصدق وعندما يعمل الشخص بصدق يؤتي ثماره وتصل الرسالة أيضا مباشرة. الأفكار القادمة بما أنك ناشط أيضا في مجال العمل التطوعي بالتأكيد هناك أفكار، هناك مواضيع تشتغل عليها الآن أو في القادم أيضا تعمل عليها؟ هو الحقيقة اتجاهنا في الفترة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. على المستوى المحلي إن شاء الله يعني نتمنى التوفيق للجميع، والمشاريع ما تتوقف والأفكار ما تتوقف، ولكن يعنيني حاجتين الحقيقة في هذا الجانب: سلامة الأبدان وسلامة العقول. نحن نسكن دائما تحت أسقف، ولكن ما يدار تحت هذه الأسقف يشغلني كثير. سقف السيارة، سقف البيت، سقف المدرسة، هذه أسقف تحتها عقول كثيرة جدا. فالخطة اللي جاية إن شاء الله ستكون يعني كيفية احتواء هذه الأسقف بمعايير يعني رفع مستوى الأداء للفكر الشخص هذا. ضمنت فكره، عرفت طريقه، اتركه بيبدع وبيؤتي ثماره أكثر ما هو الحقيقة. أما على المستوى الدولي إن شاء الله نحن قريبا متوجهين إن شاء الله إلى كندا، إلى مونتريال، لأيضا الشباب يتدربون في قطاع الطيران، ونقوم بنفس الأمر إن شاء الله. لكن أنا في هذا الموقف الحقيقة أدعو الجهات المعنية يعني لمساندة الشباب في هذا الجانب. متوقع يكون 30 شاب إن شاء الله فترة 60 يوم
يقوموا بأمور معينة خاصة بالدراسة والتأهيل والتدريب، ولكن على هامش الموضوع هذا نحن نصل برسالة للمجتمعات الدولية من خلال حرفة المواطن العماني وحبه إلى دولته وإلى بانينا. الحمد لله رب العالمين مولانا حضرة صاحب الجلالة وكل الأجهزة المعنية في هذا القطاع. نتمنى لكم التوفيق بإذن الله ونرى كذا ثمار هذا النشاط وهذا العمل الاجتماعي. شكرا لك سامح بن محمود بن هاشم الشريف، أشكرك. الرائد في والناشط أيضا في المجال العمل التطوعية، نشكر لك تواجدك معنا بإذن الله ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك. تحياتي. مشاهدينا وصلنا معكم في ترابط إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. في أمان الله.